السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين الحباب؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا لاباس عليكم بخير. راني هنايا في بركان، بغيت نشارك معكم هذا الطريق. شوفوا هاد المناظر في الليل هكا كيكونوا زوينين ما شاء الله. راني راكبة كنسوق اللوطو، قلت نشارك معكم. الوقت ديالي راه جالسة حدايا وهي كتصور لي، وانا راني كنسوق وريكم هاد المناظر. هاد النافورة شوفوا شحال زينة ما شاء الله. هذا هو المغرب ديالنا ما شاء الله، مناظر ليلية زوينة. معنا الأطفال راهم راكبين تاهما، كون غير نزلنا وصورنا هاد النافورة هنايا، كون غير نزلتي وصورتي. مافيهاش غير هكا خلي غير باللوطو بركة. الوخدة اللي هي راه تسوق قالت لي هاكي صوري لي. يلا صح، هاي كي الطريق ديال الاخر. هذه هي الليمونه نتاع بركان، وهي الرومبو فيها الليمونه ديال بركان. بركان مشهور بهذه الليمونه، كي كتعرفوا بركان مشهور بالليمون وبالحواميد تبارك الله. الحواميد ديال بركان لا يعلى عليها ما شاء الله. مدينه بركان مدينه زوينه تبارك الله بطبيعه الحال ما شاء الله. ومنظر الليل زايد لها الزين ما شاء الله، روعه روعه. نتمنى يعجبكم هاد المناظر ورقكم، وتبارك الله عليكم وشكرا لكم على الاشتراكات ديالكم والكلمه ديالكم الطيبه. الله يحفظكم والله يبارك فيكم ان شاء الله. تبارك الله، والوتر راهم يصونيو معانا كيتزاحموا معانا في الطريق. ايوا تبارك الله عليكم، شاركتوا معنا في هذا الطريق. نتمنى يعجبكم هذا الشيء من الرضا ديالكم ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه والمشاهده، الله يحفظكم ونخليكم مع تكمله الفيديو. السلام عليكم. هذا جو كي داير الشتراك تصبت مع شويه. يا الله الله يا كريم، هي الشتا كتصب، جات شويه الرمله طلعت لجاج جاهده، دابا راه تصب الشتا هي تصب. ايوا نطلبوا ربي يرحمنا من عنده ان شاء الله. بسم الله. شتا التليفون راه كيطيح.
يا كريم. Thank you.